لأن ناسي لو تعادل هو في الأساس نصيده 9 نقاط ونقطة تاني 10 نقاط وماذا بعد ذلك؟ كرة عرضية داخل منطقة الجزاء خطرة أمام المرمى حدث الشيء يتحدث عنه يا الله تستاهل يا ولد حاجي تستحق يا يوسف يا كبير يا شقيق الكبير من بلد الكبار من بلد المغرب النجوم الموهوبين والكبار يسجل ويستحق أن يتوج جهوده بالهدف الثاني يا السلام يا يوسف يا السلام هنا تعلق شقيقك في الملاعب الفرنسية في مونديال 98 وأنت تتألق أيضا في هذه الملاعب وفي هذه الأراضي يوسف حاجي يسجل الهدف الثاني يا الله ركز معاي وتابع على الشيء اللي راح أتحدث عنه حالة غريبة جدا وتستحق يا بابلو كوريا